خلونا نبدأ كده زي ما احنا متعودين بأبرز العناوين. الأهلي والزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقمة 123. الأهلي ينفي وصول عروض خليجية لديانج وأكرم توفيق. تفاصيل اتفاق الزمالك مع بن شرقي على التجديد وجلسة حاسمة عقب مباراة القمة. أسامة نبيه يدخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب الإسماعيلي. وعالميا ليفربول يستضيف أتلتيكو مدريد في قمة نارية لحسم التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال. من العناوين هنروح دلوقتي لتفاصيل أخبارنا المحلية.